أسهل رد يرد به على من يقول من أن القرآن لم يأتي بتحريم الخمر أن يرد عليه من القرآن، وذلك لأنه لا يرى، هذا الشخص لا يرى الأحاديث ولا يرى ثبوتها، فالأحاديث النبوية صريحة بتحريم الخمر ما قل منه وما كثر، وكيف لا يؤخذ بالسنة والقرآن؟ إن كان يؤمن بالقرآن فالقرآن أمر بالأخذ بالأحاديث، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، والآيات في هذا المعنى كثيرة. لكن لما سئل قال إن القرآن إنما قال فاجتنبوه، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحوا، قال فاجتنبوه ولم يقل بالتحريم، فنقول سبحان الله، اقرأ ما بعدها، قال لعلكم تفلحون، دل على أن من لم يترك هذه الأشياء فإن الفلاح قد انتفى منه، والذي ينتفي منه الفلاح إنما هو من وقع في محرم أو وقع في شرك. وما الذي بعدها؟ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ ولم يفرق بين خمر مسكرة وبين خمر غير مسكرة. ثم إن قوله فاجتنبوه يدل على التحريم، وخذ هذه الأدلة من القرآن، قوله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أمر باجتناب الطاغوت، هل هذا غير محرم؟ لا يمكن، بدليل أن الله عز وجل قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، صرح بوجوب الكفر بالطاغوت. خذ دليلا آخر، قوله عز وجل فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، أفيقول أحد إن الأمر بالاجتناب هنا لا يدل على التحريم؟ كيف؟ والأوثان سبيل إلى الشرك بالله عز وجل. خذ دليلا آخر، قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، أفيقول شخص إن الظن ليس بمحرم؟ وخذ دليلا آخر، الله عز وجل ماذا قال عن الخمر؟ قال بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. انظر، بيضاء يعني ليست كخمر أهل الدنيا، لأنه قال الخمر موجودة في الجنة، فلماذا نحرمها هنا إذا لم تسكر؟ فنقول أفذكر عز وجل الخمر هكذا مطلقا في الجنة، قيدها بأوصاف، قال هنا بيضاء نقية ليست كألوان خمر الدنيا. ثم ماذا قال في آية أخرى؟ لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لم يذكر فقط الإسكار، لا، بل ذكر ما يصيب الإنسان من الصداع لما يشرب هذه الخمر. الله عز وجل ماذا قال عن الخمر؟ وأنهار من خمر لذة للشاربين، فهي لذة في أثناء الشرب وبعد الشرب، فأين اللذة في خمر الدنيا؟ ماذا قال عز وجل؟ وسقاهم ربهم شرابا طهورا، فهذه أدلة توضح أن كلمة فاجتنبوه تدل على التحريم، غير ما ذكر من الأدلة الأخرى. وليعلم أنه تدرج في تحريم الخمر، أول آية قوله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون، هذه عند جملة من العلماء أول آية في التنبيه على ذم الخمر، لأنه لما ذكر الرزق وصفه بالحسن، لكن لما ذكر السكر لم يذكر الحسن وإنما أطلق ذلك، بدليل أنه قال في آخر الآية يعقلون، ففي ختام الآية قال إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وبعضهم يقول إن بداية التنبيه على التحريم هو قوله تعالى ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ثم بعد ذلك حرمت قبل الصلاة، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون،
ثم بعد ذلك أتى التحريم الجازم القاطع، وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فأسأل الله عز وجل ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداها.